السلام عليكم، مرحبا بكم في تدبيرة من كوزينتي. اليوم في التدبيرة إن شاء الله على بركة الله راح نشوفو كيفاش نمارينو الدجاج، كيفاش نديرو هذيك لا ماريناد وكيفاش نمارينو هذاك الدجاج، يعني الدجاج المتبل راح يجي بنين ما شاء الله. راح نشوفو مع بعض كيفاش راح نحضرو هذه الوصفة. عندنا هذه المقادير، عندنا هذو لي زيبيس، عندنا القرفة، فلفل الكحل، الزعتر، زنجبيل، راس الحانوت والملح، عندنا بصلة صغيرة، عندنا سنينة تاع الثوم، عندنا القزبر والمعدنوس مقطعين، وعندنا مرصو تاع الدجاج على حسب أفراد العائلة. هذاك الدجاج قبل ما نديرولو لا ماريناد نشرحوه بالموس كيما راه موضح لهنا في القطعة تاع الدجاج، نشرحو كامل بالموس هكاك تدخل فيه مليح هذيك التتبيلة وراح يجي بنين ما شاء الله. راح نفوتو على بركة الله نحضرو لا ماريناد تاعنا. راح نضيفو لها ايضا القليل من عجدة الحليب، ماشي بزاف، القليل فقط في بلاصة الزيت. نقدروا نحطو الزيت كما نقدروا نحطو القشدة. انا حطيت كل هذيك المقادير مع بعض، ربيت هذاك البصل، هذاك الثوم، هذوك الحشاويج، القزبر، المعدنوس، هذوك لي زيبيس فان حطيتهم معاهم. نقدروا قلت لكم نديروا لا كريم فريش كما نقدروا نديروا الزيت. اليوم لاني راني راح نطيب هذا الدجاج في الطاجين، انا راح نستعمل شويه تاع الزيت او شويه تاع المارغرين ذايبه. دوك نحط شويه تاع الزيت في هذه التتبيله وراح نتبل الدجاج. راح نوريكم كيفاش نتبلوا الدجاج. لما لا كريم فريش كي تبغوا ديروه في الفوق، كي تبغوا ديروه غوتي استعملوا لا كريم فريش او الى الزيت كما تبغوا، نقدروا نستعملوا لي دو، ولا كريم فريش ولا الزيت ولا المارغرين ذوبوها وتستعملوها فهم مليحة. دوك نديرو هاد التتبيلة الدجاج تاعنا، نضيفو القليل من الزيت لهاد المقادير. أنا حطيت ملعقة نتاع الزيت فقط، ملعقة كبيرة نتاع الزيت. خلطو هادوك المكونات كامل مع بعض، دوك لي زانغغيديون لي زيبيس وكامل. نحطو المرصو نتاعنا تاع الدجاج لهنا، نبداو نتبلو فيه. دوك هاديك التتبيلة تدخل في كامل في هادوك وين راهو مشرح الدجاج، نسيو ندخلو كامل التتبيلة لداخل. استحسن اننا نستعمل يدينا فوالا هكذا نتبل الدجاج تاعي مليح. راح ندخلو كامل ديك التتبيله في هذوك وين شرحتو. كل ما تبلناه مليح كل ما كان المذاق نتاعو روعه. كي تبغوا تحمروه تخلو هذا الدجاج هكا في التتبيله يقعد ان كار دو حتى نص ساعه، كل ما بطا كل ما راح يعطي نتيجه مليحه، كل ما راح يكون بنين بزاف. راح يدي المذاق تاع كامل هذه التتبيله. فوالا غير بالعقل نتبلو الدجاج نتاعنا، ندخلو كامل هذيك المكونات لهنا وين رانا مشرحينو هكذا. اوكي باش نديروه في الطاجين نديروه عادي هكا، ما نخلوش يبقى. هذا هو الدجاج المتبل، وهذه هي التدبيرة نتاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وانكم تجربوها. تقدروا تضيفوا دوتغ زيبيس، لو كوري مليح فهم، لو كوري انا ما عنديش، تقدروا تزيدوا لو كوري راح يجي بنين بزاف. الى الملتقى مع تدبيرة اخرى ان شاء الله من كوزينتي. نبقى دائما نقول لكم بقوا على خير، رمضانكم بالصحة، صيام مبارك إن شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.